بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. موضوعنا لهذا اليوم هو عن المرأة المطلقة، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. خليكم معنا لآخر الفيديو، والله فيديو يعني مفيد ومهم، وخاصة بالنسبة للنساء المطلقات وأيضا للرجال الذين يطلقون نساءهم. اتقوا الله في عيالكم، اتقوا الله في نسائكم، فإنهن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قوارير، فإنهن قوارير. خليكم معنا لنهاية الفيديو ولكن بعد الانترو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا شباب؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. موضوعنا اليوم يتحدث عن طلاق المرأة. فوائد الزواج من المرأة المطلقة، هنالك 7 فوائد. الزواج من المرأة المطلقة أمر يطمح إليه الكثير من الشباب، لكن ماذا تعلم عن حياة السيدات المطلقات المظلومات؟ دائما فالنساء المتزوجات دائما ما تنظرن لهن على أنهن خرابات بيوت. لهذه الأسباب دعونا نلقي نظرة عن قرب من خلال زواج مجاني على حياة المطلقات، وسوف نتعرف أيضا على مميزات الزواج من المرأة المطلقة. الزواج من المرأة المطلقة، فوائد الزواج من المرأة المطلقة: أولا، المطلقة لا يوجد لديها طلبات وشروط كثيرة من أجل قبول الزواج الثاني، وهذا الأمر يجعل من المطلقة امرأة مرغوب فيها بالزواج. ثانيا، الكثير من المطلقات تقبلن بالتعداد أو الزواج من رجل أرمل ولديه أطفال. ثالثا، المرأة المطلقة جاهزة من الناحية العاطفية، لأنها ربما كانت محرومة في زواجها الأول ولم تجد الرجل الذي يحن عليها ويحبها ويحب عليه الحفاظ، ويجب عليه الحفاظ على حقوق المرأة المطلقة. أما رابعا، المرأة المطلقة أكثر حرصا على استمرار زوجها الثاني، خوفا من تكرار الفشل كما حدث في زواجها الأول، وهذه تعد من أبرز فوائد الزواج المرأة المطلقة. خامسا، المرأة المطلقة تتفانى في إرضاء زوجها الجديد لتنال رضاؤه وتضمن استمرار الزواج. سادسا، الكثير من الشباب يقدرون حقوق المرأة المطلقة وبدأوا بالفعل في التفكير في الزواج من المطلقات. سابعا، يرى الشاب في المطلقات أنهن نساء ذوات خبرة في المسائل الحميمية. ربما تجد أن هذه النظرة جزء منها صحيح وجزء آخر خاطئ، حيث أن الكثير من المطلقات المحترمات مظلومات. النساء المطلقات المحترمات مظلومات في زواجهن الأول ثم طلاقهن قبل أن تكتسب خبرة في تلك المسائل. حقوق المرأة المطلقة: المطلقات دائما ينظر إليهن الرجال في المجتمع للأسف الشديد على أنهن فريسة، وهنا نضع عدة خطوط تحت كلمة فريسة. يجب اصطيادها، ولا يتعامل الرجال معهن بعقوبة، بل
بنظرات مليئة بالانجذاب والرغبة في التعارف الحميمي. وهذا الأمر في حد ذاته يجعل المطلقات تكرهن أنفسهن من كثرة تلك النظرات والتحرشات المستمرة عند الخروج من المنزل. التحديات التي تواجه المرأة المطلقة. الأمر يصبح أكثر صعوبة إذا كانت المرأة المطلقة تعمل في وظيفة ما في أحد المؤسسات، خاصة الشركات الخاصة، فإنها دائما تجد غزل ومعاكسات من زملائها في العمل وحتى مديرها في العمل. والأهم هنا هو كيفية تعاملها مع تلك العواطف أو تلك المواقف بانضباط نفسي، حتى لا تعرض نفسها إلى المشاكل وربما الطرد من الوظيفة. كل هذه التحديات ضد حقوق المرأة المطلقة سواء في الشارع أو العمل، هذا كله بخلاف نظرة النساء المتزوجات إلى المطلقات. فالكثير من المطلقات تفقد الصداقة وتصبح وحيدة بسبب عدم رغبة النساء المتزوجات في الاقتراب منها. فالكثير من المطلقات تفقد الصداقة وتصبح وحيدة بسبب عدم رغبة المتزوجات في الاقتراب منها، خوفا من أن المرأة المطلقة ربما تسرق منها زوجها في يوم من الأيام. وعلى الرغم من أن هناك مئات من القصص الحقيقية التي حدثت فيها أن امرأة مطلقة خطفت زوج صديقتها منها، إلا أن المجتمع لا يجب أن يعاقب المطلقات جميعهن ويأخذن بذنب المطلقة التي ليس لديها أخلاق. مسكينة هي المطلقة، مسكينة هي المطلقة، دائما تلاحقها المشاكل التي لا تنتهي. عيوب الزواج من المطلقة: هناك عيبا صغيرا يخشى منه الرجل الذي يفكر في الزواج من المطلقة، ألا وهو الخوف من قيام المرأة المطلقة بعقد مقارنة بينه وبين طليقها السابق من نواحي كثيرة، ويخشى أن يكون هو الخاسر في تلك المقارنة، خاصة في الأمور الحميمية. لكن الأمر لا يستدعي كل هذا القلق، فكثير من المطلقات غائبين في الزواج الأول وانظلمن كثيرا، وستجد المطلقة في زوجها الثاني بمثابة طوق نجاة لبدء حياة جديدة. نصائح للمرأة المطلقة. عزيزتي المطلقة، لكي تبدأين حياتك من جديد، يجب عليك اتباع هذه النصائح الهامة، ومنها ما يلي. يجب على المطلقة أن تستعين بمحامي متخصص في قضايا الأسرة والطفل، لا لكي يمكنها الحصول على حقوقها بالكامل بعد طلاقها. ننصح المطلقة بضرورة الاستقلال المادي من خلال البحث عن وظيفة تساعدها على أعباء الحياة. يستحسن أن لا تتحدث المطلقة عن زوجها السابق أو طليقها بطريقة سيئة أمام الأولاد، حتى لا يشعروا بحدوث تغييرات في حياتهم. ويجب أن لا تمنع الأطفال من رؤية أبيهم. عليك أن تعلمي سيدتي أن الطلاق ليس نهاية العالم، وربما في يوم من ما تصادقين الحب الحقيقي وتتقابلين مع الشخص الذي يناسبك ويتفهم ظروفك. وهكذا قد قدمنا لكم معلومات هامة حول فوائد الزواج من المرأة المطلقة، كما تعرفنا على نظرة المجتمع إلى المطلقات، وتعرفنا على عيوب الزواج من المطلقة. سيداتي وسادتي، إن بالفعل نظرة المجتمع إلى المرأة المطلقة نظرة غير طبيعية، باعتبارها قد طلقت من زوجها الأول وأصبحت طليقة. إذا خرجت من المنزل ينظرون إليها نظرة ثانية، لا يعني كما ذكرنا، نظرات حميمية، نظرات
بأنها كانت متزوجة، ممكن أن تكون هي المخطئة في الطلاق من زوجها، ويمكن أن يكون زوجها هو المخطئ في هذه المسألة الحساسة في المجتمع، وهي المرأة المطلقة. إلى هنا ينتهي هذا اللقاء معكم في هذه الحلقة التي أحببت أن أخرج بها عليكم في هذا الفيديو، وذلك لأني قد نظرت في هذا المجتمع ورأيت كثيرا من النساء المطلقات، وتحدثت مع كثيرا منهن لأرى مدى ظلم المرأة المطلقة في المجتمع العربي بالذات. كان معكم أخوكم عماد زيد من فلسطين. أرجو ألا تنسوا اللايك وتضعوا الاشتراك لكي يصلكم منا كل جديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء.